السكر التراكمي ايش قصته؟ فحص السكر التراكمي يا جماعه هو عباره عن فحص احنا بنعمله يفضل كل 3 شهور، هذا بيعكس نسبه السكر في الدم خلال اخر 3 شهور. اي مريض عنده اعتلال شبكيه سكري احنا بنركز على هذا الفحص، ليش؟ لانه هذا الذي يعكس نسبه السكر في الدم اللي ممكن تدخل للخلايا، سواء كان خلايا الشبكيه او خلايا حوض الكلى او خلايا الاعصاب. فبالتالي اي طبيب باطنية أعصاب أو طبيب عيون أو طبيب كلى بيهمه هذا الفحص تحديدا. هلا فحص السكر العادي اللي هو فحص السكر الفوري اللي ممكن مع غزة الإبرة بيبين معنا كم السكر، هو عبارة عن فحص جيد لا بأس فيه، ولكن إحنا هذا اللي فحص السكر التراكم اللي إحنا بنركز عليه، وهذا الذي يعكس مدى استفادة المريض مستقبلا من العلاجات، من الأدوية، من الليزر ومن العمليات الجراحية. يعمل هذا الفحص اسمه هيموغلوبين A1C خلال ساعات بيطلع، وبنفس الوقت بعطي مرونة للطبيب كيف يعالج، بعطي مرونة للمريض ايضا كيف يتعالج بشكل مناسب، واضافه الى ذلك بعطينا التراك الصح لمريض السكر كيف هو ماشي اموره من ناحيه تشخيص وعلاج.